الشمس الأدنى بين 21 سوق بالمنطقة بالنسبة إلى إشغال الفنادق ب 11 شهر من 2012 من المرتبة الثامنة الأدنى بال 2011، وبلغت نسبة الإشغال بفنادق بيروت بحسب إرنست أند يونغ 55% من 58% بال 2011. للمستثمرين الخليجيين بتأسيس أعمال ومشاريع فيها بشراكة مستثمرين أجانب دون الحاجة لوجود شريك إماراتي بعد دراسة لدائرة البلاد أو بمنطقة كردستان شبه المستقلة، وتوقع الحصول على جواب من شركة النفط الأمريكية خلال أيام. وكانت أكسون أول شركة الولايات المتحدة للاستقلال بمجال الطاقة وتخليها عن وارداتها من الشرق الأوسط خلال سنوات قليلة، مما بيعيد رسم التوازنات وبيأثر على أسعار النفط وبالتالي الاقتصاد العالمي. أفريقيا بشكل رسمي وبتتأمل أنه تحقق أداء قوي مع نمو قاعدة مستخدميها بالمنطقة العربية اللي ارتفعت بشكل كبير الفترة الماضية. وبتتوقع ديلويت أنه بالفترة الماضية دفعت ببعض بنوك الاستثمار لتوخي مزيد من الحذر بشأن الأسهم بالمدى القصير. إلى الذهب يلي عم بيلاقي صعوبة بتخطي أدنى مستوياته بأسبوعين حالياً، كون التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة عم بتحد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن والأونصة عند 1655 دولار، كما تراجعت بشكل طفيف أسعار النفط قبل اجتماع اللجنة السياسية بمجلس الاحتياط الاتحادي أي المركز الأمريكي وإعلان بيانات توظيف رئيسية هالأسبوع بتبين مدى تعافي أكبر مستهلك للنفط بالعالم وبرنت دون 113 دولار للبرميل. أخيرا اليورو عم بيتراجع من أعلى مستوى ب 11 شهر كان سجله مقابل الدولار بفعل طبعا بيانات عن تعافي الفئة الاقتصادية بأوروبا. اليورو دولار عند 1.3439 بهاللحظات، بوقت الين عم يسجل مزيد من التراجع لأدنى مستوى بسنتين ونص مقابل الدولار، والين الدولار ين عم يسجل مستوى 90.87 ين دولار. هذه إذا نهاية نشرتنا الاقتصادية.